السيد أمين حزب حمات وطن بلق علي من هذا الشعب الله ودق عليها تحتفل بمرور 49 عام على حرب ونصر اكتوبر 83. عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، نائب أول رئيس حزب حماة الوطن، حزب كل المصريين. السيد اللواء أرجال حرب أيمن عبد المحسن، عضو مجلس الشيوخ. السيد الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية. السيد العميد أركان حرب أحمد السويدي، المستشار العسكري لمحافظة الدقهلية. السيد العميد وائل أبو الفتوح، قائد مخابرات، كان قائد مكتب المخابرات. السيدة الدكتورة الفاضلة منال الغندور، سكرتير عام محافظة الدقهلية. السادة رؤساء المدن والأحياء ونوابهم والسادة وكلاء الوزراء، الحفل الكريم، كل عام وأنتم بخير. بكل هذه المناسبات الوطنية الجميلة والمناسبات الدينية، أنا بستأذن حضراتكم قبل ما أبدأ كلمتي، بحكم أن احنا في حدث 6 أكتوبر وتكريم الشهداء ومصاب العمليات، كلنا نقف جميعا دقيقة واحدة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. تحية لكل شهداء الوطن. تفضل. رسمنا على القلب وجه الوطن نخيلا ونيلا وشعبا اصيلا، وصناك يا مصر طول الزمن ليبقى شبابك جيلا فجيلا. لم اجد من الكلمات خير من نشيد القوات المسلحه، حيث نحتفل جميعا في مصر والوطن العربي باكمله بهذه الذكرى الجميله، ذكرى الشموخ والعزه والكرامه، ذكرى الفخر والاعتزاز بمصرنا الحبيبه وقوميتنا العربيه. وفي الذكرى 49 لحرب اكتوبر المجيده التي عادت بمصر والوطن العربي باكمله هيبته المفقوده، حيث سطر المصريون باحرف من النور في 6 1973 نصرا عظيما. ويعد هذا النصر علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، تناقلته وتتناقله الأجيال جيلا بعد جيل. نفتخر جميعا بقواتنا المسلحة وبما صنعته من مجد بعد سنة. مصر تحتفل بمرور 49. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك
فأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. نتوجه لقادة وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة بأسمائيات الاعتزاز والتقدير على المستوى المتميز لمؤسستنا العسكرية التي ضرب أفرادها أروع أمثلة البطولة والفداء في أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن. وإنني على اعتقاد وحق يقين من أن قواتنا المسلحة العريقة ستظل مثالا يحتذى به في الانضباط والتفاني والعمل وإنكار الذات. والآن مع فيديو بعنوان انتصارة أكتوبر، إعداد وتنفيذ أمانة الإعلام بحزب حماية الوطن. من نبيلة ونحن نسعى للعبور الآمن والمستقر إلى الجمهورية الجديدة التي أرسل دعائمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي ستحقق كل آمال وطموحات المصريين. فيجب أن نكون صفا واحدا ودرعا قويا خلف قيادتنا السياسية الحكيمة لنبني أوطاننا ونرضى أعداءنا. وفي هذه المناسبة أحيي الدور الوطني لقواتنا المسلحة في الاشتراك في أعمال التنمية والقضاء على الإرهاب، الاشتراك مع رجال الشرطة البواسل وتقديم تضحيات ودماء رجال من خيرة أبناء هذا الوطن. فكل التحية والتقدير لهؤلاء الرجال. وفي نهاية كلمتي وفي إطار احتفالنا بهذه الذكرى العظيمة، لا يسعني إلا أن نبعث ببرقية التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأبرار الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن يحيا هذا الوطن، ولشعب مصر العظيم ولجيل أكتوبر من القادة والضباط احتفال، ولأمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الدقهلية على تنظيم هذا الاحتفال. حفظ الله مصر وحفظ لها جيشها وسدد على طريق الخير خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز أقول بس حاجة كده بسيطة، طبعا مش عايز أطيل عليكم. احنا الحمد لله يعني اتخرجت في 18/2/1970، الدفعة 57 كلية حربية. الدفعة دي اتخرجت في ظروف استثنائية، احنا اتخرجنا قبل ميعادنا بخمس شهور من غير امتحان. جه الفريق محمد فوزي خرج الدفعة الساعة 8 بالليل على انوار العربيات، ما كان في حفل تخرج ولا فيها دفعة او كلية، كان في تهديد انها تتضرب بالطيران الاسرائيلي. الكلية كلها نزلت اجازة، بعد الاجازة اسبوع قالوا نهائي بس يخش. دخلنا نهائي، اتخرجنا، وقعنا 120 ضابط على قيادة القوات الخاصة. كان في هذا التوقيت استعقب المظلات قوات خاصة تحت قيادة المرحوم الفريق سعد الشافعي، هو كان رئيس أركان الحرب للقوات المسلحة، وكان هو طبعا رئيس أركان الحرب في حرب 73. عايز أقول يعني باختصار كده، يعني عشت مرارة الهزيمة وحلاوة النصر. مرارة الهزيمة في الفترة من 72 حتى 73، وبعد الانتصار الحقيقي كان انتصار عظيم وكان توفيق من الله سبحانه وتعالى، لأن فعلا كانت مصر محتاجة هذا اليوم اللي هو يوم النصر. وكل سنة وانتم طيبين، بشكركم.